انت لازم تعملي هذا الشيء سنتورا، ما في عندك اي حل غير هذا او انت ما رح تطيبي. بارات، شوفي، توقعت انك تكوني رحتي. بارات ليك، امك مانا بالغرفة. ايه بعرف انه مانا بالغرفة، هي راحت مشوار ضروري ورح تتأخر لحتى ترجع. بارات، انا كان قصدي انه اخي امك. شو اللي صاير اديتي؟ اخي تعالي شوي، اخي بس لحظة. شو صار اديتي؟ شوفي بس لحظة. هو اخي انا كان بدي اقلك انه يا ريت تروح على المستشفى هلا وفورا، حيكون احسن. شو صار؟ في حدا اتصل من المستشفى؟ لا لا، ما حدا اتصل من المستشفى، بس انا انه في واحد حكيم قال لي حكي خوفني كثير. هو قال لي انه ديفيا هلا رح تتعب كثير ووضعها رح يصير خطير، قال لي انه وضعها خطير كثير، انه ممكن هي تموت بسبب هي الحاله الصعبه كمان. فيا ريت تروح على المستشفى دغري قبل ما ينقضى الوقت. ألو ألو سيد دين، أنا عم أحكي معك من مشفى سالوني. لو سمحت تجي على المشفى فورا. هذا ليش نازل على الأبوقة؟ أنا بدي الطابق الأول، الطابق الأول لو سمحت. ما عاد معي وقت وصرت بخطر، أنا لازم أتصرف بسرعة وهلأ، بس شلون؟ سيد سينك، الدكتورة بدها إياك عندها بالمكتب، بدها تحكي معك بخصوص المدام ديفيا. أدي تستني هون. بارات تعال معي. Thank you.
أنا كنت عارفانة إنه أنت ناوية تقتليها لأختي ديفيا. لا لا، بدك تسمميها؟ ديفيا 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 ديفيا، شو اللي صار ديفيا؟ ديفيا انت منيحه؟ ماما انت شو جابك؟ شو متوقع انها تقول؟ انا بقول لك الموضوع كله، هي كانت بدها تقتل اختي ديفيا. انا بعيوني شفت اللي صار كله. كيف؟ حطت السم بتمها، اطلع شوف. ديفيا حياتي انا معك، بس كوني منيحه. ايه انت منيحه؟ قلبها صار يدق كتير بسرعة. ديفيا ديفيا أنا رح أخذ الدكتورة. تجي بسرعة لهون. ديفيا ديفيا أصحي أصحي شوي، دكتورة هلأ رح تجي. ليكي أنا هون معك، الدكتورة جاية. دكتورة دكتورة. ألو، بدنا دكتور على الغرفة 101 بسرعة ضروري. إيه بسرعة بسرعة إذا بتريد. يلا ماما وقفي. ديفيا ردي علي. لو سمحتوا اطلعوا لبرا. يلا ما بدي حدا بالغرفة. لو سمحتي هو بأي قسم موجود؟ إذا بتريدي ممكن تشوفي إن عندك بالدفتر قسم القلبية. ماشي شكرا لإلك. اليوم بيتخرج. ايه كتير منيح. إذا بتأجلي هذا الشيء فاحتمال موت لديفيا حيزيد ويكون أسرع، وأنت كمان يا سندورة هذا آخر اختبار بالنسبة إليك. ماما شو صار لك يا مدام؟ ماما حبيبتي ساعدني لو سمحت. يلا بس اتركوها. Thank you.